عقب انتهاء المباراه بتعادل الايجابي ما بين الاهلي والوداد. معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، تقييمكم لاداء النادي الاهلي النهارده في المباراه؟ يعني كان الوضع الحمد لله طبعا على كل شيء، كنا نتمنى انها تبقى النتيجه افضل من ديت، لكن هي دي كره القدم. يعني زي ما انا قلت حتى من بعد لقاء النجم الساحلي هناك، ان دي مباراه الحسم فيها بيبقى في المباراه الثانيه. يعني الحمد لله على كل شيء، يعني خلينا هتلعب لحد اخر ثانيه هناك، وزي ما انا قلت وباكد دايما يعني اختبار جديد للنادي الاهلي بره، وهي مباراه كانها انت بتلعب في بطوله، ودي المباراه الختاميه ما هتلعبها مع صاحب الارض. يعني تحكيم ليه جزء بسبب التعادل النهارده كابتن سيد ولا شايف ايه؟ بص، انا يعني اعتقد ان ضربه الجزاء كانت واضحه قوي، يعني او قريبه من بطاعه الترجي على الاقل هناك يعني، لكن هي دي كره القدم، يعني بتقبل حاجات وبتتفرض عليك حاجات، لكن في النهايه يعني كنت اتمنى طبعا زي ما قلت ان احنا نخرج كسبانين النهارده، لكن برضو خلينا ننتظر هناك ونشوف المباراه اللي هناك، وانا متاكد ان المباراه هناك ان شاء الرحمن باذن الله ان شاء الرحمن هناخدها بشكل كويس، وباذن الله باذن الله هنرجع بالكسب باذن الله. شايف فرص بالنسبه للنادي الاهلي لسه قائمه كابتن؟ انت زي ما قلت لك انت هتلعب مباراه ختاميه هناك، ده اختبار جديد، بتتعادل هنا ومطالب ان انت تسجل هناك وتكسب هناك ان شاء الرحمن، لكن زي ما بناكد دايما ان ده اختبار جديد، خلينا نخوضه ونلعبه بمنتهى الجديه، واتعاملت معانا كتير وخرجنا بشكل كويس هناك يعني باذن الله وحققنا المراد. اتمنى يا رب ان شاء الرحمن يكون توفيق حليفنا هناك، وهننسى المباراه دي خالص بايا كانت نتيجتها، حتى لو كنا كاسبين مكسب كويس برضه كنا ننساها بكل ما فيها يعني، ونخوض المباراه الثانيه على اساس ان هي المباراه الختاميه، المباراه اللي هيتم فيها حسم اللقب يعني. علي معلول ووليد سليمان عايزين نطمن عليهم. علي وعلي بنشوف بقى بكره وبعده الدنيا ماشيه ازاي، علي حس بالعضله الخلفيه في اخر اللقاء، ووليد كانت عنده مشكله في ظهره يعني اول ما نزل حس بيه، فخلينا نشوف مع الدكتور خالد الدنيا هتمشي ازاي. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اكيد يمكن النتيجه مش جيده بالنسبه للنادي الاهلي النهارده، لكن رجاله النادي الاهلي قادرين ان هم يعوضوا هذه النتيجه، قادرين ان شاء الله ان هم يقدروا يفوزوا في ملعب محمد الخامس بكازابلانكا، ومن ثم التتويج بهذه البطوله. جمهور النادي الاهلي مش هيفقد الامل، اكيد ان شاء الله البطوله تتحقق من هناك في عوده الاستوديو.